طيب، كيف اخباركم؟ ان شاء الله كويسين. كيف احوالكم؟ السلام عليكم، مساء الخير. الناس اللي في اللايف برا اللايف، السلام عليكم. حجة كبيرة، السلام عليكم. كيف اخبارك؟ ان شاء الله بخير. قوات مسلحة، جيش، مواطنين، مقيمين، مستنفرين، مستنفرات، تكايا، امير علي، سوهندا، نشوفكم بكرة في بحري ان شاء الله. كل يوم عملوا تجيه بهناك ثابت، انا معاكم. دراكولا عمل برضو شغل بهناك في بحري، انا معاكم. مصطفى وحيد اشتغلوا اسناد في بحري طوال، انا معاكم، ابشروا. كيف اخباركم كلكم؟ ان شاء الله طيبين. بحري سلام عليكم. الصامدين، الثابتين، الثائرين، ربنا ان شاء الله يتقبل جهادكم وصبركم وثباتكم ودعاءكم وثقتكم في القوات المسلحة وفي الجيش وفي الشعب السوداني وفي الله عز وجل اولا، وفي الانتصار وانتصار الحق. وما زالت معركة الكرامة يعني تصغل كل يوم معدن الذهب في الشعب السوداني، وترينا من عجائب القوات المسلحة، وتكشف عن الخونة والمتلونين والمتعاونين. وأخونا مصطفى محمود الليلة كتب عن المتعاونين، قال المرأة لما راجل يعرس فيها ما بتسأل عرس منه، ولا عرس بتناس منه، ولا البيت شكلها كيف. اول سؤال المرة بتسأل بتقول المشى معاه منه، بتفتش عن المتعاونين. فمصطفى اوجز القصة حقيقة، المتعاونين ده اخطر حاجة. فالمرة لما يعرسوا فيها ما بتشوف هي راجل ده مشى وين، المشى معاه منه، اخوه، عمه، عرفته، صاحبه، الناس اللي بيقعدوا معاه وهي بتسوي لنا الشاي واللقيمات، دار تعرف الخيانة جات من وين. فالمتعاونين خطرين جدا، واخطر حاجه في الدنيا دي النفاق. ديل هم العدو الحقيقي حقنا. والان تنشط غرف الميليشيا والمتعاونين معاهم من القحاته، وصفحات كبيره ماسكين لنا موضوع المتعاونين في الحلفايه وفي بحري، وانه الجيش اعدمهم وتعامل معاهم. المتعاونين ديل خطورة ان ربنا سبحانه وتعالى عاقب بهم الطاغية. اكتر حاجة بيخاف منها الطاغية في الدنيا دي هي المتعاونين، الناس اللي بيضحكوا له وبيبلوا. هسي زي البشير ده شعوره شنو مع برهان؟ قام في اللجنة الامنية معه. شعور البشير مع حميتي ده بيكون شنو حسي؟ جابوا اشتراه، اشتراه عديل، بشير اشترى حميتي، بشير عديل والله، دفع فيه قروش عديل، مش بيقوك فلنجايات وبتاع. البشير اشترى حميتي، ولو هو حميتي صاحب مبدأ، مين الأول كان رفض؟ اشتراه بقروش وبحقه كده، رخصه عديل، ترخيص الدعم السريع غاف دال سين. بشير دق الذي باجي ورا يا صاحبي بنمرته عديل، ادى نمرة عسكري، نمرة عسكري شنو؟ البشير اشترى حميتي، بعد ده قام لعبوا تعاون. فلو درت اعرف شعور الناس مع المتعاون ده حاجة خطيرة. الله عز وجل عاقب بها الطغاة، ما بكون عارف الحول ده كيف. فأكتر حاجة بتبلى بها الطاغية في الدنيا دي هي عقاب ربنا له، الناس اللي حوله هون اللي بيلوا، هو يكون ما عارف، يكونوا متعاونين، يتعاون مع ثورة، يتعاون مع معارضة، يتعاون مع يعني شعور البشير شنو؟ مع طه عثمان الحسين، بقى جاسوس السودان، والآن يدير المعركة والدعم السريع من دولة الإمارات. ده كان سكرتير عمر البشير، عارف أسراره، مش عارف أسراره ساي. يعني هي أي حاجة تمر على البشير بتمر عن طريق طه عثمان الحسين. مش يتعاون مع دولة تانية ودول تانية، شعور البشير بيكون شنو تجاه الزول ده؟ فلما نيجي زول يقول لي يا اخي المتعاونين ديل الليله صفوهم، لقيناه في صفحات مزيفه باسم دارفور،
وصفحات مزيفة باسم لجان مقاومة، ولقيناها عند خليفة دنقر اللي هو كاتب المنشور، والمنشور ده مشير على الصفحات دي ومرصود الصفحات دي اللي بيتعامل معاها، وممكن نجيب ما يثبت يعني نفس الخط ونفس الكتابة ونفس الشيء. أنا هطلع لك كم صفحة، واتكلمت عن صفحات زي دي قبل كده. ماسكين لنا في خط انه يا اخي المتعاون، لقيناه من وين المتعاونين ديل؟ قالوا في بحر. انت شفت فيديوهاتهم ولا بتتكلموا ساي؟ ديل المتعاونين ديل دعم سريع راسه عديل، عرفناهم كيف احنا متعاونين؟ احنا لينا 17 شهر ما قطعنا الكوبري، عرفنا الناس ديل المتعاونين كيف؟ بارشاد المواطنين. طيب انت جيت دافعت عنهم يا خليفة دنقر، قلت الناس ديل ما متعاونين مواطنين ابرياء، الكلمك منه؟ بس وريني دي. لا قطعت مع الجيش ده بحري؟ لا. كنت مع الناس المأسورين في بحري؟ لا. كنت قاعد محاصر في بحري وفي شنبات انت؟ لا. عرفت الناس دي ما متعاونين كيف؟ ليه نسمع كلامك انت وانت تكون الصح لو ما الحاجه دي انت مطلعها اصلا؟ ما اللي شاع مطلعها انت انه الجيش مش صف الناس، انت مطلع. عشان كده الربطه بتاعتك الربطه هي عندك انت دايما، انت الوحيد اللي في السودان بتكون عارف المعلومه. موضوع يطلع والناس تتكلم فيه، ما في زول بيجي بيفتي فيه الا انت، وبتفتي فيه وكلامك بيطلع صح. ليه؟ لانه انت اساسا بتكون مطلع الاشاعه. مشوا ناس كبار واعين، قوات مسلحه مدربه قاعده لها 19 شهر، شايف الدعامه قاعدين في حتات معينه، احنا ما ضربناها لانه فيها مواطنين. بغض النظر عن متعاونين او ما متعاونين، الجيش في مستشفيات ما ضربها لانه فيها اسرى مواطنين، الجيش قري دي ما ضربها لانه فيها اسرى مواطنين. ده جيش واعي بيعرف يتعامل مع الزول ده مواطن عادي او ده هو زول مليشياوي او ده زول متعاون، احنا بنفرق زي الحاجه دي. عندنا استخبارات في الميدان وعندنا مواطنين بنسالهم، بنقول له يا حجه في الفيديو. امبارح واول امبارح طلعنا لك فيديوهات من بحري، اطفال كانوا في اسر الدعم السريع، بنسال الحجه يا حجه اجابكم هنا منو؟ بتقول فلان الفلاني. انت تطلع بكل بساطه تقول يا اخي والله الجيش مارس العنف وعمل مجزره. انا اتفق معك ما في مشكله، لكن انت ما شفت الطفل اللي طلعوه من بيت معاه نسوان واطفال ومواطنين حالتهم مزريه، ليه ما تكلمت عن الدعم السريع اسر الناس دي؟ ليه يعني انت بس ركزت على انه الدعم السريع او القوات المسلحه قامت مشت صفت ناس وهم مواطنين ابرياء احنا دايرينك تثبت انهم مواطنين ابرياء. انت قلت المجزره كم، 33 ولا 200 نفر؟ دايرينك تجيب التاريخ بتاع 33 نفر بحكم العارف. لازم انت تطلع انه اسماء فلان الفلاني وصورته فلان الفلاني، وده كان هو زول شغال في تكيه. لانه انت قبل ايام لما الدعم السريع طرد المتطوعين من التكايا بتاع الشنبات وقتل منهم شهداء وانت شفتهم، ما تكلمت عن الحاجة دي ولا تكلمت الصفحات التانية الأسي بالدين في القوات المسلحة. الخط اللي ماشي فيه خليفة دنقر ده هو شنو؟ اسمه تأسيس عملية تجريم القوات المسلحة. ده موضوع كبير شغالة فيه جهات تانية، هو بيجيهن الأوردرات طبعا. حس المنشور بتاع خليفة دنقر الأمس وأول أمس حاين في الواتساب، في جهات بتفكه في الواتساب اللي بيتكلم عن إنه الجيش ما انتصر في المصفى والجيش فقد مقاتلين، ودي كانت عملية انتوا قايلين لنا انتصار فرحانين بيه، الجيش بتاعكم انهزم. ده كلامه أول أمس. الليلة ماله ما اتكلم، ما صورنا لك من جوه البوابة الشمالية بتاعت المصفى، تفاصيل المصفى الناس اللي ما عرفها مساحته 36 كيلومتر، فيه 4 معسكرات، في حتات طولة 15 كيلو تمشي فيها، دي كلها جوا المصفى. ما دام احنا وصلنا ودخلنا البوابات تطلع تقول انتوا فرحانين بحاسي، فرق كلامك ده من المنشور اللي كتبته لحداسي ساعات، والجيش قاعد جوا المصفى وحيقعد جوا المصفى، انت حتمشي وين؟ الدعامة في المصفى انتوا حتمشي وين؟ ما الجيش زمان كان مخليكم ما تحرك جاكم، لما جاكم انتوا ما عندكم حتة. عندهم واحد من القادة اسمه خالد سبيل، خالد سبيل ده في فيديو مضروب في ظهره بيورا،
وبيتكلم. خالد سبيل ده اللي هو اللي قدم محمد صديق كف، وهو ده واحد من اكبر القاده في المصفى. ولما ظهر الفيديو بتاعه مصاب، بعد شويه نزلوا منشور قبل شويه قالوا الزول ده انجغم. الزول ده ما انجغم، ده واحد من اهم القاده في الدعم السريع، ومستعدين ناس الدعم السريع يحركوا لهم متحركات بس عشان يفكوا الزول ده. احنا بنوصل القوات المسلحه انه تجيبه لنا حي. الزول ده هو بالمناسبه دمر الدعم السريع، مد يده على محمد صديق. هو قال الموضوع لعب. المتحركات الليله اللي خشت المصفى دي اسمها متحركات محمد صديق بالمناسبه. يوم اللي رفع يده على واحد سوداني، على رمز سوداني، على مواطن سوداني، بغض النظر عن الشهيد محمد صديق ضابط وجياشي، ده واحد سوداني. انت تطاولت على رمزيه، انت لمست مواطن سوداني ومديت يدك عليه. الباقيين اللي انتوا كنتوا بتمدوا يدينكم عليهم واحنا ما عارفينهم، حق محمد صديق ده هيجيب حقهم كلهم. انتوا كلكم يدينكم هتتقطع وهيرفعوا عليكم. حسي الف المصفى ده اول حاجه هيدفعوا الثمن بتاع الحاجه دي، والدعم السريع دفعه، ما عندكم سكه. فمحمد صديق ده بالنسبه لنا احنا رمزيه، وانتوا لمستوا اهم رمزيه عندنا، دارين تكسر الاستنفار. المتحركات الليله خشت البوابه الشماليه في المصفى وصورت لكم من جوه وجغمتكم، دي اسمها متحركات محمد صديق. انت اللي وداك ترفع يدك فيه شنو؟ فلما الدعم السريع استوعب انه ما الشراره المدوره والنار المولعه في قلوب الجيش دي، ولما داخلين المصفى التعامل بتاعهم قاموا جابوه مضروب في ظهره بيورا، هي جلت شويه كده ارتفعت فوق، ما عارف دي ما ده ما شغل هيثم الخلا، هيثم ما بجلي، فهي مضروب في كتفه فوق. انا ذاتي اشكك في انه هي طلقه حقيقيه، لانه بعديها قاموا قالوا لنا انجغم. لا لا ما انجغم الزول ده، إيه لو ما استلموا الجيش، لا لا الزول ده حي، احنا لو ما لقيناه احنا ما هنخليكم بالمناسبه، محل ما تمشوا ما في المصفى، حق محمد صديق ده حنجيبه منكم من جوه السودان وبر السودان، تكونوا فاهمين. اخونا خليفه دنجر بيتكلم عن انه الجيش ان شاء الله رجع اللايف، رجع صح؟ بس اكتب لي رجع، بس واحده كده اول واحد اكتب رجع خلاص. موسى قال الصوت شغال اذا رجع يعني. بس تمام اللايف ده انا هتكلم في موضوع مهم جدا، تصريحات الامارات، فالناس تعمل حسابة يعني سجلوه. المهم يعني اللايف ده ما هيشتغل يعني، انا عارف هم عارفين وانا عارف يعني حتى لو جينا بأي دخلة تاني هم عارفين انا هتكلم عن شنو، فاللايف ده ما هيخلوه. جاي افرتق الموضوع بتاع الشكوى بتاع الامارات ده. طيب الضابط بتاعه ده في المصفى بيحاولوا يخدروا الناس انه هو مات. الزول ده احنا لو ما كتلناه احنا ورفعنا صورته احنا، ما في زول ينزل صورة انه الزول ده انجغم نهائي. اسمه خالد السبيل ده، احنا زول ده دارينه، بس الدعم السريع يجيبوا لنا مكرفس يسلمنا له مكرتن، يسلمنا له ميت. الدعم السريع يجيبوا لنا عديل، احنا ما حنخليكم. المصفى ده احنا حننظفه النظافة اللي بتخلي الدعم السريع تاني ليوم الدين ما يرفع قرن، بس بالعربي الواضح يعني. حق محمد صديق ما بنتكلم فيه كنا، لانه ما كانت في يدنا الادوات، حس في يدنا الادوات، جيش مستنفرين مقاومه ومن انتصار لانتصار. والله يا محمد صديق ده حقه يجيبوا لكم المشتركه، وقاعدين حس في المصفى المشتركه مستنفرين من كرري قاعدين في المصفى، مجاهدين هياد عمليات قوات مسلحه المصفى، ده هيكون هيصفيكم حقيقه عشان تعرفوا تاني تتطاولوا على اسيادكم السودانيين.
بس عشان تعرف نفسك انت لما انت تطاول وقال الموضوع ده يا ندى القلعه في زعينه، انتوا قاعدين بتتطاولوا كده الموضوع ده بيمشي ساي. لا 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 حسي، بس ما تزغرتوا الزغرة حسي، ما وقتها اركزوا. فاخونا خليفة دنقر المحايد بيكلمنا عن انه الجيش في المعركة بتاعت امبارح دي فقد مقاتلين. سبحان الله، انت يا اخواننا الجياشي ده مش يا نصر يا شهادة، اي هو عارف المعلومة دي ولا ما عارفها؟ انت بتوريه في شنو يعني؟ قال الجيش بتاعكم فقد، ما نفقد يعني، شنو المشكلة وين؟ عندكم الناس استشهدوا، ما اصلا هيستشهدوا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى غيم المقاتل في سبيل الحق، اداه رتبة غير البني ادم اللي بيموت عادي، سماه شهيد. انت قال سماه في شنو؟ ما زول عارف انه هنا في موت، وفي زول ما عارف انه المصفى فيها ذخيرة، قال جيشكم فقدتوا، ما حنفقد ناس طبعا في المصفى، ده ماشي طبيعي طبعا. احنا ماشيين نحارب فريق كورة، احنا ماشيين نحارب دعامة مرتكزين في حتات مواقع حاكمة. حاكمة يعني شنو؟ يعني انا بكون شايفك على مسافة 7 كيلو، بضربك بالطلقة بتاعت القناصة. عندنا واحد من الفدائيين امبارح دخل بالتاتشر فتح الطريق بتاع الالغام، ما هو عارف انه ده هيقوم به لغم. خليفة دنقر كاتب لنا شهداءكم ماتوا، شهداء قوات مسلحة فقدت، ما تفقد القوات المسلحة، وين المشكلة؟ انت مزعلك شنو؟ ما جيش الفلول وقلت محايد خليه يفقد، يعني انت ما لاقي لك حاجة تسحب بها الانتصار، بل بالعكس كل ما دعانت الانتصار بيكون قيمته اكبر. كل ما دعانت مشت، كانت في الاول كتيبة وكتيبتين ولوين، امبارح جاي امداد الساعة 11 ونص وصل المصفى، ديل جايين بس هو ديل اللي خشوا ليكم الليلة، ديل خشوا امبارح وصلوا امبارح، كل يوم حيجي امداد للمصفى، نفقد كتيبة كاملة، نفقد لواء كامل، ما عندنا رجعة. ما قلت اول امس الجيش حصل له كمين؟ في العاده الجيش لما تحصل له كمين 5 شهور ما بيتحرك، اتبدلت القوه، جاتكم فجغتكم دخلت بالبوابه الشمالي، محاصر انت في المصفى من 3 اتجاهات، ما عندك زول بيمرق، عندك اتجاه واحد بس وحيركبك الطيران. ارفع الصور بتاعت الطيران يا دعامه مالكم، ما لانه الجيش ما في زول ساكن هناك، والله ما حيطلع منك زول. الكلام ده انا بقول السيناريو ده والناس مستوعباه خلال السنتين. قلت لكم يا اخواننا جيشنا بينتصر، واحد الدعامه دول حيشوفون جارين في الشوارع، اثنين القحاته دول حيلفوا الكدمول، ثلاثه قلت لكم حنخش بحري بالكباري الشمس فوق، حنخش الخرطوم الكباري الشمس فوق، الدعامه دول كلهم حيشوفون والمتعاونين. انا كلمتكم الكلام ده سيناريو كلنا مؤمنين به والان وقاعد يتحقق، ما شايفين الانتصار قدامنا؟ كنا بنقول الكلام ده وفي يدنا ما في تاتشر ولا في مدفع ولا في كلاش ولا كان عندنا مستنفر. معركة الكرامة اللي قومت قواتنا المسلحة بعقيدة جديدة لا يمكن أن تهزم، عقيدة اتربت وتسلحت وامتلأت بهذه بالوطنية والجهاد، والكلمة دي لازم تركزوا فيها، الجهاد ده. وهم في نص المعركة العالم كله محاصر، و70% من الشعب السوداني كان ما واثق في قوات المسلحة، تحملت وصبرت وانتصرت وحتنتصر، ما في اثنين ثلاثة، لن ينجو دعامي في السودان ولا خارج السودان، ما حتنجو. الموضوع بتاع انه احنا عندنا ردة فعل قلتوه اول امبارح، حنعمل حرب شاملة قلتوه اول امبارح، جاي الليلة بيكلمنا عن انه والله خسائركم كبيرة، ما نخسر يا زول. نعم ما نخسر شنو؟ ما نخسر، ما دي الجيش اصلا كده، وانت قالوا لابس كاكي ليه وشايل كلاش ليه وبدربه ليه؟ بدربه عشان يمشي يخش محطة الموت ذاته، يا نجا او استشهد. فما بتجي تقول لي والله يا اخي وقف عملياتكم العسكرية لانه والله يا اخي عنده فقدتوا جنود من قواتكم، وتقالوا الجزازات استشهد، ده ما بديل لزول استشهد، ما اساسا عندنا ناس استشهدوا، صبرنا ولحد ما تكونت القوة واتدربت واتسلحت وجهزت ومشت تنفذ مهمتها يعني. وين المشكلة هنا؟ انت ما عارف تقول شنو لها، كأنه انت بتفهم اكتر من القوات المسلحة
او الجندي المشي يقدم روحه للوطن، تقول له انتوا هتموتوا، ما هو عارفين نفسهم هيموتوا، تقدر توريه شنو انت؟ انت زول قحاتي دعامي، بتفتكر نفسك بتفهم من اي كائن حي؟ اقسم بالله العظيم، النملة بمملكتها وبتخاطبها وبإدارة دولتها وشؤون المملكة، معاها ملكة، بتفهم أكتر من تنظيم قحط والمشروع حقهم. نملة خلي سوداني جياش بيقطع الكوبري علني، يقول لك دول ماشيين يموتوا، ودونا المحرقة، وين صوركم؟ وانت منو نوريك الصورة؟ اثبتوا لينا. وانت منو نثبت لك؟ الناس انا بشوفهم مجتهدة، يثبتوا للقحاتة ويثبتوا للدعامة. انتوا ما جادين ولا شنو؟ دعامي زول والقحاتي زول؟ قالوا يا اخي انتوا طلعتوا اشاعة، بنطلع اشاعة. انت مالك انت؟ تحاسبني انت؟ اي دخلت المصفى، اي دخلنا المصفى، وحنخش المصفى، حنخش جوه بطنك. انت قايل الموضوع ده هيثبت يعني، ولا بيهز ثقة في الجيش، ولا بيهز ثقة في صرفة؟ حنخش المصفى، والقاعد في المصفى ما فيكم زول هيطلع حي. الناس دي داقة فيهم مصحف الكلام ده، ولا بيثبتوا اللاسلكي ولا إشارة ولا انسحاب، ما في زول، الكلام ده ما بيحصل. طيب بتسمعوا، وما في زول سامع، لكن نقول بتسمعوا عن انسحابات القوات المسلحة؟ قالوا كنا في 6 أبريل مشينا المقرن، من المقرن انسحبنا الكوبري الحديد. احنا قاعدين في ياتو حتة يا اخوان، احنا قاعدين في السوق العربي، من حارب الدعامة من وين؟ من داخل السوق العربي. يبقى عندنا مواقع استراتيجية حنمشي نستلمها. بدينا في الخطة بتاعتنا اللي هو لقاء جيش ام درمان مع جيش الخرطوم بتاع القيادة، والقيادة تلاقي المدرعات. اتفقنا يا اخواننا؟ دي المشن حقتنا. الموضوع ده في ساعة، في ساعتين تم خير وبركة، في نص ساعة تم خير وبركة، في 4 يوم تم خير وبركة، في شهر خير وبركة، في سنة خير وبركة. في النهاية ده المشن حقنا والناس شغالة فيه. قمنا احنا انسحبنا لانه الدعم السريع عنده مواقع حاكمة من هناك، بدورنا بمدفع اسمه الكورنيت، وعندهم قناصة بالليل والنهار شغالة بتشوفنا. رجعنا حتة، قاموا دونونا في الحتة اللي احنا قاعدين فيها ثابتين. قمنا رجعنا من 6 أبريل دي، مشينا حتة تاني. الموضوع ده داخل وين؟ السوق العربي، محيط المقرن. ما طلعنا برا الميدان، قاعدين جوا الميدان. بنمشي هنا يدقونا، بنجي هنا ندقهم، نمشي هنا ننوم، نجي هنا نشتغل لهم كمان. احنا شغالين وين؟ شغل الجيش شنو؟ شغال يكتل في الدعامة في السوق العربي. طلع واحد يطلع لك خليفة دنقر يقول لك انسحبوا، لا لا ما قطعنا الكوبري، بعدين نقطع الكوبري نبدل القوة حقتنا يوميا. اللي بيحاربوا الصباح بيمشوا ينوموا في معسكراتهم، بيجوا ناس بيحاربوا بالليل. الحاجة دي ميزة ما كانت عندنا. كمية القوات اللي عندنا الآن وبتقدر تشتغل شغل احترافي، وما في زول بيتعب. أول من تتعب سعادتك هاي ماشي يا رجل، ده نوم خير، بيجيبوا بدلك 3 شهرين، واحد بس بيجيبوا بدله 3 شهرين. بيشوفوا الأكل والشراب والشباب ديل أمورهم طيبة، قاعدين في الخرطوم، الحياة دي قاعدين نجيبها من أم درمان. فطورهم بيمشي بيجيبوه، أي وحدة بتجيب فطورة وبتجيب غداها من، ما في زول قاعد يطبخ في السوق العربي. الجيش ده ما قاعد، ما عندنا حلة، ما عندنا معسكر، ما عندنا والله. بيجيبوا لنا الأكل جاهز. يجي يقول لي انسحبت، انسحبت واحد من الانسحابات، تكونوا فاهميننا شنو؟ وين الطيران حقكم والغطاء الجوي لما كنتوا داخلين المصفى ولمسوا وقعتوا فيه كمين؟ الطيران يضرب وين مثلا؟ طيارة بتطير بسرعة الصوت وارتفاعها ممكن يكون 4000 قدم او 3000 قدم عشان يتخطى الدفاع المضادات الجوية. لما نيجي من المسافة دي لا بيشوف تاتشر، التاتشر بتاع الجيش نفس اللون بتاع تاتشر منه الدعم السريع. هم ليه عاملين فيه طين؟ عشان الطيار ذاته ما يفرزه، مش الدعامة بيضرب عرباتهم بالطين. هاي التفادي لمنه؟ للطيار. الطيار لما نيجي حيلخبط ولا ما حيلخبط؟ ممكن 3 طلقات تقع في قواتنا المسلحة. عشان كده واحد من الانسحابات التكتيكية، المسافة بين الجيش وبين العدو تكون 600 متر كيلو،
بيرجعونا ورا عشان تيجي الطيران يشتغل. ده ما انسحاب، لكن ده لسه ما بينتظر المعركة تنتهي، عشان كده بيكتب لك الجيش انسحب، بعد شوية بيحذف المنشور حقه، بعد شوية بينزل اعتذار وما بيعتذر. هسي خليفة دنقر ما اعتذر لنا عن انسحاب الجيش من معركة امدرمان يوم الخميس. الجمعة الصباح كتب قال يا اخي الجيش بتاعكم انسحب ورجع امدرمان، والجيش قاعد. ابي ينزل اعتذار؟ شابكنا الجيش عمل عملية اسطورية. لا، وين الاعتذار؟ انت ما قلت الجيش انسحب؟ ما قاعدين نسف الخرطوم. لو صبروا 4 يوم خلاص والله. لا لا لا، قاعدين. وين الكلام؟ الجيش بتاعكم في المصفى، وين الطيران ما جاي يشتغل؟ ما المسافة بيننا وبين العدو قريبة، نرجع قواتنا ورا تشتغل الطيران. هسي هتشتغل في المصفى ده كل انواع الطيارات الا الاباتشي. الاباتشي ذاتها هتشتغل في المصفى ده، الاباتشي ذاتها هتشتغل. ما عندكم حاجة تانية تعملوها؟ ما في. هنحرر المصفى ده وهنفك الأسر زي ما فكيناهم في مدرمان وفي شنبات وفي الدروشاب وفي بحري بإذن الله. ده موضوع منتهي. واحد، انسحابات في بحري بيقول لك البراء سحبوهم والناس الجيش تراجع. لا، ما في تراجع ولا في انسحاب. القوة بتاعت البراء عددهم قول 100 نفر، قلنا لهم انتشروا في 4 مربعات، 100 نفر كل مربع 25 نفر. الشفات ديل بعزيمة وإصرار قاموا خشوا 5 مربعات، يبقى كل مربع تاني هنخلفه واحد من البراء. هل الواحد بيقدر ينظف ويشتغل ولا محتاج امداد؟ حسب قوتنا احنا قاعدين ننتشر. اول يوم العمليات دي حدها قلنا لكم الكوبري والصينية بيجاي، وبيجاي في شارع الخشوه ناس المعونة، أجيف لحد هنا. الشباب ديل اشتغلوا ونظفوا كده 5 6 7 شوارع، وصلوا مناطق ما مفروض يوصلوها للإمداد العسكري حقنا ولا عدد القوة. قلنا لهم نجيف لحد هنا، تعالوا ارجعوا لنا حتتكم نظفتوها دي. بعد ده المهمة بتيجي العملية بتاعت الكتيبة اللي بعديكم، بتقفز منكم بيخشوا يشتغلوا شغل من الأول كارتي كرتونة. احنا بحري دي ما فضل فيها حاجة. ده شكل الانسحابات، انسحابات تكتيكية يا اخواننا، لان الطيران بيجي بيضرب من المسافة الفوق دي، ما بيفرز تاشير الجيش من تاشير الدعم السريع. الموضوع ده شغل الجيش خاصي. ما دام قاعد في الخرطوم وفتح الباب بتاع كيرري وفتح الباب بتاع الكدرو لحد هنا، ده شغل الجيش اللي بعرفه. ما دقيقة طوال منشور صرف النازل، ما في زلحة ينسحب يا شيخنا. لكن ناسكم ما زال ناسنا ولا ما ناس؟ احنا بدينا مع ناسنا ديل لما انقلعوا الكاكي، واقفين معاه لما انسحبوا نهارا جهارا بشنط الحديد في مدن ولا نيالة. حسي تيجي تقول لي جيشكم بينسحب؟ حسي الناس من الما مضمون. انت ده الما مضمون يا زول، ده جيش لا بتداوس لا بتهبش، ما بتقدر عليه. امشوا اعملوها سياسة. حسي انت لما تنزل منشور تقول لي الجيش يصفي المتعاونين في الحلفايه، انت إيه تضرب الجيش ده في شغل سياسه. وليه اخترت البراء هم اللي صفوهم؟ لانه كلمه الجهاد الليله ذكرت في 3 حتات، الامارات والمبعوث الامريكي وحمدوك والكلب اللي اسمه دنقر ده. وليه اختار انه البراء هم الصفوا؟ عشان احنا عندنا موضوع بتاع الجهاديين. منو قال الكلام ده؟ اخونا حمدوك الليله ظهر. طبعا الليله الامارات شالت الصوت والقروش حقتها. اي زول الامارات دفعت له قروش، الليله رفعت له صوت. اردن، قوم ادين الجيش السوداني. قطر، قوم ادين الجيش السوداني. سعوديه، قوم ادين الجيش السوداني. حمدوك يا كلب، قوم ادين الجيش السوداني. في شنو احنا قالوا ضربنا السفاره حقتهم. لا خير، منو الضربه؟ قالوا الجهاديين. اوه كلام عجيب. وعملوا شنو الجهاديين؟ انتوا ما شفتوا المجزره اللي نفذوها الجهاديين؟ ما شفتوا المجزرة اللي نفذوها الجهاديين؟ مجزرة وين يا اخوان؟ طيب نشوف الاستاذ حمدوك الليلة قال شنو. انا داير القحاتة يعني الواعين، مش كده قحاتي واعي. انا حقرا لك كلام، وحتى لو انت ما واعي دارك ترد عليه. لان الامارات طبعا رفعت الايصالات، اي زول دفعت له قروش في الكوكب ده قالت له اسمع والصوت اطلع يتكلم.
اي زول. حتى قطر دي بكره ماشيين وزير الخارجيه بتاعهم ده، الامارات ماشي قطر داير غير الموقف. لا كل زول، اي زول عندها خلاص هي اتعصرت. فقام قال لك حذر الرئيس تنسيقي التقدم عبد الله حمدوك من انحدار السودان الى العنف ما يهدد بتعزيز الجهاديين في جميع انحاء المنطقه. شفت الجهاديين دي منو يا حمدوك؟ ما هو بخليها مفتوحه. طيب انت تقدم دي ما عمل التحقيق، ورونا الجهاديين دي منو؟ ده السودانيين احنا شايفين انهم اولادنا، ويتدربوا في معسكرات القوات المسلحه، ولابسين كاكي قوات مسلحه، وشايلين كلاش قوات مسلحه بصوره رسميه، والعالم كله شايفهم. عبد الله حمدوك شايف حاجه احنا ما شايفينها، والكلام ده شغاله فيه قحط من تحت وقاده قحط. انتوا ما عارفين اللي بيشتغل ديل منو؟ ديل الجهاديين والدواعش. الكلام ده ما ممكن تفكه ساي. قول لي الدليل على انه في دواعش او في جهاديين، عشان نزول الرب لحية وقاتل وشال لا اله الا الله جهاد، هو ده اسمه جهادين؟ انت قايل نفسه يا حمدوك. يعني هسه تقول لي احنا نقيم شعيره من شعائر الله عز وجل وندافع عن ارضنا تحت اللواء لا اله الا الله محمد رسول الله؟ عارفين اول زول دعا لسقوط الانظمه منه؟ سقوط النظام محمد صلى الله عليه وسلم. قريش الوقت داك ما كانت بتفرق معاه نظريه انه زول جاب له دين جديد، يعني وين المشكله يعني؟ فواحد بيعبد اله بتاع عجوه، واحد بيعبد صنم، واحد بيعبد اللات والعزى، عندهم 360 صنم بعدد ايام السنه في محيط الكعبه. جه زول قال انا عندي اله تاني. قريش مشكلتها شنو معاه؟ ما تخليه يجيب الاله بتاعه وين يعني؟ وهو زول معروف عندكم بقيمه واخلاقه ومبادئه، ليه تحاربوا الدين بتاع محمد صلى الله عليه وسلم يا قريش؟ لانه ما جاهم بشعار اسقاط النظام، بيجاهم بلا لا. شفت كلمة لا الأولى دي؟ لا إله إلا الله، يعني الأنظمة الموجودة كلها هتسقط. انتبهت قريش؟ انتبهت قريش انه محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الى اسقاط الانظمه الظالمه؟ قال لهم لا. بس كلمه لا دي قريش خلت الاصنام حقتها، وخلت العجوه، وفي واحد بيعبد جن، وفي واحد بيعبد مرته، وفي واحد بيعبد له سيف. الزول ده جاهم ما تخلوه من ضمن الاديان الموجوده، خلوه يدعو. لكن ده لانه ده جاهم بحاجه جديده وخطيره، انتبهوا الناس. ده يدعو الى اسقاط الانظمه. لا، ما في غير اله واحد بس. لا الكلام ده ما عندنا احنا واحد. حمدوك حسي شغال بنفس النظريه، فهو حسي لانه احنا دعوتنا لاسقاط الانظمه والظلم ومواجهة، قالوا علينا جهادين. انت قايل النبذة ده فخر بالمناسبة. منو الجهادي؟ حمدوك قال الجهادين حينتشروا في المنطقة. طبعا حينتشروا، ما الناس حتشوف النموذج بتاع اسقاط الانظمة الظالمة، حتشوف النموذج بتاع انه الدول يكون عندها شعب بيقول لا وبيقرر منو اللي يحكمه، والشعب بيشيل سلاحه بيدافع. احنا حنكون نموذج. عبد الله قال الفكره دي حتنتشر، الجهادين بتخوف بها منو؟ انت بتشكينا لمنو؟ ما امريكا شايفه سلاحنا جاي من وين؟ ما قفلنا الباب احنا، احنا ركعناك انت وسيدك. يا هدى بيرلو المبعوث الامريكي قال لنا انا جايكم في اكتوبر، امبارح الاتحاد الافريقي يطلب الاذن والتاشيره والفيزا لزياره بورسودان، قلنا لكم كلكم حتيجي تركعوا هنا. الناس ما كانت مصدقه، ده السيناريو الحاصل. كلكم حتقيفوا قدام باب القياده، قدام البوت بتاع الجيش في بورسودان. العرب ده ما واضح. هسي بيرليلو بتاعكم ده اللي كان سايقني جنيفا قال لي بغصبا عنك تمضي في جنيفا، ما قاعد يجيب لي سيره تحسي، لا يستطيع. ما هو ده جيش نصنفه؟ قولوا عليه جهادي وارهابي. قولوا عليه جهادي وارهابي، وينو دليلكم؟ وينو دليلك انت يا عبد الله يا حمدوك؟ عبد الله حمدوك لما اتعصر الامارات طبعا ما رفع له الصوت. ليه قال الكلام ده الليله؟ لانه الامارات عندها دعوه انها هي بتحارب نظام الاخوان
الجهاديين في السودان. تسألها تقول لا ولنفترض انهم جهاديين سودانيين واخوان وكيزان ومؤتمر وطني مش قاعدين في بلدهم. اي انت بيها حق تمشي تقول لي انا ما داير النظام ده في الدولة دي. من انت؟ انت الشيطان لو نفخك وبقاك زول وتصورت انك انت مسيطر على العالم، ما تنسى انك انت كنت خيمة وعنزة وبتشرب انت والعنزة من كورة واحدة. والله العظيم ده احنا شايفينك كده، الرولز واللامبرجيني والحرير اللي لابسينه بتحاولوا تبقوا ناس وانتوا مع ناس طبعا. يعني تمنو تسود السودان شنو يا زول؟ امشي هناك في سنار، احنا عندنا مملكة سنة 1505 كنا بنخاطب العالم من جوا سنار دي بخطابات ملكية مروسة. انا ما بتكلم عن مملكة دارفور ولا بتكلم عن العلوة ولا بتكلم عن تاريخنا الزمان. احنا 1505 كنا بنختم بنوصل لحد بيزنطة. مين سنار دي؟ سنار دي شايفة دي؟ انت منو تتكلم معي حسي؟ بأموالنا وبسلاحنا ومرتزقتنا. وين؟ اذا سألنا عبد الله حمدوك ما هو تعريفه الجهادي؟ المقاتل الجهادي ده منو يا عبد الله حمدوك؟ تعريفه وتصنيفه ده شنو؟ يعني شنو انت خايف من الجهادي؟ ماله؟ بيعمل شنو؟ بيقتل، حلو، بيحرق، جميل، بيغزو، ممتاز. طب انت خايف من الجهاديين ديل؟ وعندنا نموذج للمرتزقه. ما الفرق بين المرتزقه والجهادي في نظرك؟ عندنا مرتزقه جابوهم بقروش وباثبات العالم كله بالمنظمه اللي كنت شغال فيها انت. كلام ده ما كلام ياسر عطا ولا برهان، ده كلام منظماتك انت بتتكلم عن انه في اجانب في السودان. نظرتك ليهم شنو؟ هل ده ارتزاق وجهاد؟ مش زي نفس الجهاد بتاع القروش اللي انت شايفه غلط ده؟ انت مش قاعد واصف المجاهدين حقنا ان دول انه ارهابيين؟ جبنا لك زول من تشات بيتكلم في القصر الجمهوري فرنسي اجنبي ما سوداني، قال احنا حنشيل مدني دي نجيب فيها نسواننا واولادنا من افريقيا الوسطى، علني قال. ده رايك فيه شنو المرتزقه ده؟ ما هو بيعمل في نفس الحاجه اللي انت خايف ده يعملها، رغم 20 رغم 30 احنا ما لينا سنتين ما قتلنا مواطن، انتوا اللي بتيجي تقول الجيش قتل مواطن، ما في مواطن جه قال الجيش قتلني، قاعدين جوا السودان. في مدرمان، في الخرطوم، في بحري، في دارفور، في بابا نوسة، في اللبيض، في الدلنج، في سنار، في مدني. الدخل المدني منو طرد المواطنين؟ الجيش ولا الدعم السريع؟ الدعم السريع ومعه مرتزقة بيرتكب في الفظائع دي. الدعم السريع انت ما شايفه، العالم بيثبت جرائم الدعم السريع انت ما شايفها، لكن لانه الامارات الليله قلت لك يتكلم عن الجهاديين. خلينا نعمل لنا ملف ندين بيه والسودان ونخش للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية الإمارات بتحضر فيه تحالف عربي. لما السعودية تطلع تدين السودان الليلة إنه قصف السفارة الإماراتية، السعودية دار تخش معانا في وين؟ هي ما دار تخش معانا، إحنا ماشي تتحالف مع الإمارات. ما أشوف محمد بن سلمان والنفخة لا هو يركع تماما للكلب الإماراتي، لا يستطيع. لما أنا شاديها مع السعودية يوقفوا لي كلامي في التلفزيون وبتاع شنو؟ هلا السعوديه جات وريتكم صرفه يا كاهن زا وريها صاحبي. قلت له خلينا بالله الناس دي لا سعادتك شبكتنا واحنا وعلاقات وطلع وزير خارجيه ونحن ندين لاصحاب السمو واصحاب العلو والشعب السوداني مؤدب. ما شفت التاديب حس؟ قالوا لك انتم كيف العمليه السافره في قصف السفاره الاماراتيه. إمارات جنبها شنو؟ إنها تعمل تحالف عربي، اشترت الدول الرخيصة. وهي رخيصة لأنه في ملفات، ما قروش. الأردن دي طبعًا عبارة عن ضيعة ومكتب بتاع موساد. الأردن كلها كده محور، ما عندها قيمة أصلًا. ملكنا يا أخي الملك بتاعهم ده عبد الله الكبير ده عبد الله الحسين ده في الـ 54 تقريبًا ولا شنو؟ لما مات نعاه المحفل الماسوني. في كل صحف العالم صفحة الرئيسية محفل الماسوني، والله العظيم يقول لك احنا ننتسب للدوحة الشريفة واحنا آل البيت. آل بيت من وين؟ لا آل بيت السماية بتاع بوريك، مش نضرب فيه العضة ذاك. انت بيت من وين انت الآل يا زلمة؟ آل بيت من وين انت؟ كلكم خوان جزم حسي ده موقفها. فهي بتعمل لها في تحالف. أمريكا ما داخلة في الموضوع، بتكشف من بعيد، بتدون الاوكي. مشى قال انه هو
قاعد مع بايدن الاسبوع اللي فات بتاع الامارات. فلما قاعد مع بايدن، امريكا اعلنت انها عندها دولتين بتحميهم كانها هي امريكا، عندها حلف مع الهند واعلنت حلفها مع الامارات. جات الامارات بعديها قامت خشت لنا في تصعيد موضوع السفاره، بعد شويه قامت عملت لها حلف عربي، من شويه تنيرت. هو السعوديه عنده الراجل بيحارب، عندهم جيش بيحارب السعوديين، جهزان دي وديك عرعر والثمامة واليمامة، حارسها منو؟ حارسين الكهنة السودانيين الحبيب. فتعالفك ده دوليا وتحصر على منين؟ هنحاصركم، ما تحاصر يا بيبي. ويس احنا عندنا اكتر من 7 8 فرق في القوات المسلحة بتقاتل الدعم السريع بسلاح الامارات اللي بتشيل من الدعم السريع. والله الناس اقسم بالله العظيم ما دقوا كراعهم قدام القيادة، قالوا دارين كلاش فرق كاملة، اقسم بالله العظيم. ليه تاتشيراتهم؟ ليه الاكل اللي بيشوفوه في الفيديوهات ده الليلة حق الدعم السريع مستورد من بره، ما بياكلوا حاجة ساي. ديل الجيش ما عندهم معاون اي حاجة، برهان السودان تعليمات ما بيسمعوه، سلاح بيشيلوا من الدعم السريع، تاتشيرات مكتوب فيها قدس عديل، راس عديل كدمول ده حق الدعم السريع ده لافينه في راسه، اكل مستورد حق الدعم السريع بيدا واو ديل. انت بتتكلم عن منين؟ انت تحالف منين؟ انا هسوي شنو انت؟ فالخيارات قدام الامارات انها تدخل طيران، فالطيران ده لازم تبرر له انه احنا والله ضربوا لينا سفارتنا، دارين نحمي مصالحنا، دارين تحموا مصالحكم، ما عندنا مانع. يبقى السؤال هنا احنا بنجيب الساعه والتاريخ، دار تحمي مصالحك وين؟ في السودان. طيب مصالحك دي احتدى عليها منه؟ المصالح دي احتدى عليها منه؟ احنا ما عندنا تقارير الدعم السريع دخل كل السفارات وحصلت إدانة دولية، دخل السفارة الأمريكية نفسها، أمريكا ما قالت والله يا أخي الجيش قصف، الجيش دخل، أمريكا قالت الدعم السريع، أدانت الدعم السريع، دخلوا القنصلية السعودية والسفارة السعودية، أدانت الإمارات دخول الدعم السريع السفارة السعودية، ولم تدن الإمارات دخول الدعم السريع إلى سفارتها حتى الآن. فإحنا كنا مستغربين الوقت ده ليه الإمارات ما أدانت الدعم السريع لمن دخل سفارته. في التوقيت ده كان الدعم السريع خش دار حزب الأمة، لما جات المجرمة اللي اسمها مريم الصادق المهدي قالت والله يا أخي يدعون أنهم ينتمون إلى الدعم السريع، الوقت ده كان في تعليمات واضحة إنه ما في زول الدين الدعم السريع، فهم الوقت ده خشوا سفارتها. لماذا لم تدن الإمارات التدخل السافر من الدعم السريع داخل سفارتها؟ لماذا؟ جاءوا قالوا احنا دارين نحمي مصالحنا. طيب حسي انتوا هتتدخلوا طيران مثلا تحموا مصالحكم، الدواء حق الحاجه دي احنا عندنا جاهز، الليله عندنا وفد صيني جا راجع السودان بعد زياره البرهان الى الصين، جانا وفد حيشتغلوا في الكهرباء والمويه، اي مشروع شفت طرمبه يا مصطفى ام درمان دي كلها تدوها للصينيين، اي محطه تدوها للصينيين، نشوف الاماراتيين دول بيقدروا في كلهم صاروخ في احنا عندنا مصالح مشتركه مع الصين، والمصفى ده اللي انتوا واجعكم ده ما احنا لازم نخشه، لانه المصفى ده شراكه بين السودان والصين، فاول ما احنا نخش المصفى ده هنجيب الصينيين ده اللي بده يصلحوه كده، يجيب لكم طياره اماراتيه تعبر الاجواء السودانيه. حلو. واحد، رد فعلكم بتاعت التدخل السافر للسفاره دي او انه الجيش السوداني ضرب السفاره، الحاجه دي بعد انتوا ما دخلتوا السودان ولا قبل؟ هنجيب التاريخ والساعه. قلتوا الجيش السوداني ضرب السفاره، صح، والموضوع ده تدخل سافر، صح، وخرق لاتفاقية جنيفا للتعامل القنصلي، أنا حقرأ لكم حسن، صح، لكن العملية بتاعت الجيش دي تمت بعد أنت ما تلاقيت لقيناك في السودان ولا قبل؟ يعني حسن أنت دخلت بجيوشك تحمي مصلحتك دي الآن داخل الآن ولا أنت أصلا قبل خشيت؟ طب ما احنا عندنا 6 جوازات بتاعت إماراتيين قدمناها
في بعثة الأمم المتحدة، ولدنا الحارس حارس السودان ده قدم عليكم من هناك، وهذه اللي تدين الإمارات. الكلام ده بدأ من شهر 11، وعندنا تقرير من الخارجية الأمريكية بايدن قال الإمارات تدعم الميليشيا، وعندنا تقرير من الفوكلر، وعندنا تقرير من اليونيسف إنكم بتشيلوا شعارات الصليب الأحمر بتدخلوا بها سلاح. في 61 شاحنة دخلت من المعبر بتاع الطينة ودخلت في المطار بتاع تشادة اسمه أم جرس. انتوا اساسا خشيتوا، انتوا اساسا خشيتوا، فانت خرقت الاتفاقيه الدبلوماسيه، وانا ما قطعت علاقتي الدبلوماسيه معك. انا حسي ما قطعت علاقتي الدبلوماسيه معك، ما هو انا عندي تعريف بتاع الدبلوماسيه، ما هو قانون هو اللي قلت ادب. فلما تيجي تقول لي يا اخي القوات المسلحه قصفت المحل ده، بتين انا عندي الحق كدولة مضيفة استخدم القوة مع بعثة دبلوماسية، بتين الحق. لما تستخدم البعثة الدبلوماسية السفارة حقتها والحصانة الدبلوماسية حقتها في اعمال تضر بالامن القومي، نقطة عربية. ولكن احنا لانه كهنة كبر، احنا شيفوز في الكوكب ده، احنا كهنة، احنا قلنا والله يا اخوانا عندنا حرب، واي زول بيقدر يمرق من البلد دي اللي يمرق. الناس دول مرقوا بالطيارات ومرقوا باي حاجه، قام الكاهنز البرهانز از الملكيه مش نقل مكتبه وين؟ بور السودان. قامت البعثات الدبلوماسيه عملت شنو؟ نقلت بعثتها وين؟ بور السودان. السفاره الاماراتيه مقرها وين الان؟ في الخرطوم. غلط، مقرها في بور السودان. محل العلم بتاع السفارة مرفوع وين؟ مرفوع في بورسلان. أنا ملزم باتفاقية جنيفا للتعاون القنصلي إنه أنا أحمي السفارة المرفوع فيها العلم. علمك مرفوع وين؟ في بورسلان. خلاص يا طيب، هو الخرطوم دي أنتوا ما ضربتوا، ما هو دي كلها منشآت في منطقة حرب. طيارة مشت بالغلط، طيارة جاي. أنت قاعد تسوي شنو في السفارة دي أول بالأول؟ في نقطة الحرب دي احنا طلعنا اختار مدة اسبوعين، سيد والي ولاية الخرطوم برضو كاهنز كبير طلع كل الاجانب الموجودين في الخرطوم عليهم مغادرة الخرطوم. عندنا ورقة طلعناها قبل اسبوعين، الناس بيقول لك وفي حبش، وما حبش بس في اماراتيين، في ما احنا ما محصنين يا بيبي، احنا عندنا كهنة عارفين لما اليوم ده يجي بنمشي، قالوا ده يشكون للأمم المتحدة، بنمشي بورقنا يا بيبي. الوالي ولاية الخرطوم ده في شهر 4 مش طلع تحذير، نزل التحذير ده يا واد يا وحيد، انت نزل التحذير ده في صفحتك. سيد والي ولايه الخرطوم مش اصدر قرار انه اي اجنبي قاعد في الخرطوم عليه مغادره الخرطوم خلال اسبوعين؟ اي انت قاعد تسوي شنو في السفاره؟ ما عرفنا والله، ما اتصالات مقطوعه، ما في حرب، ما كان تمرق انت، نعم ما كان تمرق، ايش تسوي في السفاره؟ انا بالقانون ملزم، انا عايز اتهمت الامارات انها عامله غرفه السيطره في سفارتها للدعم السريع، لا انا قلت حاجه، لا انا بتكلم عن شكليه القانون بتاع جنيف. يا حج السلام عليكم، الله يبارك فيك يا حج، ان شاء الله طيب الحمد لله. حاج واحد قال والله احنا ضربنا السفاره وما سفاره وبتاع، قال احنا يا حج في قانون دولي بيلزمك تتعامل مع السفارات كيف؟ الحته المرفوع فيها العالم دي عندها حصانة تعتبر جزء من الدولة، يعني يس احنا سفارتنا في العراق تعتبر جزء أرض سودانية عراق في العراق، ما بتقدر تخش السلطة العراقية إلا في حالات، تمام حجة كده الكلام ده كويس. دعامة قاعدين في السفارة دي وشغالين بيعملوا في عمايلهم اللي داير يعملوه، احنا عندنا أقمار صناعية صورتهم، عندنا أقمار صناعية صورتهم. في أدلة تانية طبعا احنا كهنة ما بنقع فيها، هيقولوا لنا طب ادلتكم تاني شنو انه الجماعه اللي قاعدين في السفاره؟ طبعا قاعدين هنعترض الاشارات حقتهم، لكن ما بنقدر نقول الكلام ده لانه ده دليل ضدك. لو جيت قلت انه انا بعترض او اتجسس على بعثه دبلوماسيه في ارضي وبسمع كلامهم بيتكلموا مع الشيطان ذاته، يؤخذ ضدك، ما تتجسس. فاحنا لكن متجسسين، احنا ما ده دعامه، يعني دعامه من بنخترقه عادي، لكن الدليل ده ما بنقدر نوديه، لكن بنجيب دليل من خارج السفاره. شفت كيف يا حجه؟ الدعامه اللي قاعدين في السطوح بتاع السفاره الاماراتيه، هاي احنا مصورينهم.
العربات اللي بتمرق وتطلع، في عربات كروزرات بيضاء، في عربات كروزرات بيضاء، فيها ناس لونه ابيض، احنا مصورينها بنشيل بنشيل هناك اخواننا. والله في شنو؟ في نشاط ضد الدولة، بنخط الورق ده قدام الجماعة، واولادنا ديل السودانيين في البعثات الدبلوماسية والقانونية، وجيشنا هنا عندنا كهنة كبار قاعدين للموضوع ده. لماذا لم يصعد البرهان خلافه مع الامارات علنا؟ لانه عارف ان هم بيخططوا لشنو. كان بيقول الكلام ياسر، لكن البرهان اصلا ما بيصيرته. فاحنا قلنا له لما تمشي الامم المتحده سمي الدول باسمائها. لما قال خطابه في الامم المتحده، لانه كاهن ما جاب سيرته، لكن اول رئيس عمل له مؤتمر صحفي خارج القاعه، جاوبهم اسمع الامارات، هاي الامارات احنا قابلناها بالسبت، الامارات هاي. فالامارات راسه سخن، رغم 20 رغم 19 هم الليله بيدينوا نفسهم. لما نكتب لي واحد صحفي اماراتي يقول لي يا اخي سنزيقهم وسنسأر لضباطنا الذين كانوا في مهمة وطنية شريفة، وحشوفوا في الايام الجاية حنعمل في السودان شنو. ده اسمه البلوش ولا اسمه نو يا ودا غسان الصحفي بتاعهم ده؟ ده صحفي من الحردانين. كتب شنو الصحفي؟ قال شهدائنا الذين فقدناهم السودان الشقيق وهم يؤدون واجبهم الوطني المقدس، سنثأر لهم ونرد الصاع صاعين، وخلال أيام سيسمع العالم أخبار سارة من السودان. في تغريدة واحدة أدان نفسه 60 مرة. قال شهدائنا الذين فقدناهم في السودان الشقيق وهم يؤدون واجبهم الوطني. عندك شنو واجب وطني في السودان؟ أول حاجة انت خدعت الاعلام حقك كوزاره الداخليه وخارجيه، ونزلت بيان وتعزيه، وخدعت الشعب الاماراتي، قلت لهم اولادنا ديل ماتوا في حادث، طلع بعد شويه الحقائق بدات تتكشف. يبقى الشعب الاماراتي يسال محمد بن زايد ما هي المهمه الوطنيه المقدسه في السودان تسوق لها اولادنا؟ رغم واحد رغم اثنين احنا ضربناهم في مطار، نزلتهم طياره خرقت الاجواء السودانيه. انا ما اعرف شنو، يمكن يكونوا شيوخ ودعاه، ممكن يكونوا دكاترة، لكن انت ارتكبت خطأ جوهري، انت خرقت الأجواء السودانية. كيف انت وصلت السودان؟ وصلتهم الجنينة محل الضرب في المطار نيالة، انت وصلت المطار، انت وصلت كيف الحتة دي؟ وصلت بالمعبر، أخذت إذن من الحكومة السودانية؟ لا، وصلت بالجو؟ أيوة. احنا عندي حظر طيران فرضه في السودان، خرقته ولا ما خرقته؟ اي ودي الشكوى بتاعتك، انك احنا ضربنا السفاره حقتك، وديها للامم المتحده، ما في مشكله ماشيين معك، ما احنا هنبدا من الاول. انتوا اللي وداكم السودان شنو؟ مشيت بالبر؟ ايوه مشينا بالبر، اخذتوا ايزن من الحدود، الحدود دي ماسكه منه؟ قبل شهرين الماسك الحدود منه؟ البرهان. لما احنا وصلنا مرحله انه ندخل الاغاثه ب7 منافذ حدوديه، البرهان اخذ موضوع الحدود ده من منو؟ من مجلس الخارجية والداخلية ومجلس السيادة، بقى في يده براو. أخذت منه إذن تخش السودان؟ لا. قواتكم دي وصلت نيالة كيف؟ بالطيران، عندي حظر طيران، خرجت ليه؟ أنا ما عندي طيارة تتزود بوقود تصلك نيالة، كنت فجرت ميتينك، ولا عندي صواريخ باتريوت أو مضادات طيران، لكن انا حوريك المضاد اللي حيشتغلوا بيك، بس بوريك. انت وصلت نيالة كيف؟ مهمتك الوطنية دي وصلت بقواتك الإماراتية في حالة خرق، انت خرقت الأجواء السودانية. ما واجب مقدس، انت استأذنت مني؟ لا، بتعمل شنو في نيالة؟ خلاص انت كده علنت المسألة دي. فالبرهان ما كان بيصادمهم عشان ما يوصلوا المرحلة دي، لأنه في النهاية حيجوا داخلين لنا بحجة الطيران. هل انتوا جاهزين للطيران من الإمارات في أجواء السودان يا صرفة؟ نعم جاهزين. عندكم مسيرات جبتوها من تركيا طبعا؟ لا لا، ما هو مسيرات. عندكم شاهين بتاعت إيران؟ لا لا، عندنا كهنة كبار. عندكم شنو؟ والله احنا طبعا بيجاي هنديهم، هنتفق مع روسيا في القاعده الجويه بتاعت فلامينجو، نديهم، وهم قالوا دارين 300 كيلو، هنديهم 6000 كيلو. ندخل برصدان كله جوا الغايده. والله جد. اي
مع مصالح سودانية مشتركة، خلي طيارتهم الإفات تجي عبر الأجواء السودانية عن طريق بورسودان داخل عمق السودان، هندخل روسيا هتدونا ايه بنديهم. انت مالك انت؟ انت المديهم ولا احنا؟ احنا بندي يا زول، انت بتعضي احنا بندي، ما عندنا مشكلة. وتاني هندخل الصين، هنجيب الصين، ما حسي احنا عندنا معاه مشاريع بتاعت مويه. مويه شو انت حمار ولا جلو؟ ما مويه الموضوع ده، ما مويه. قلت له والله ما بلاها. لا لا ما مويه يا صاحبي، ما مويه الصين، ما مويه. وشنو كمان الصين تيجي تعمل ايه؟ ترومبه بتاعت موته قالوا صرفه ولا شنو؟ انا ممكن اجيب ترومبه معسوره، طاقه شمسيه لبير، هذا الصين انت موضوع تكتيكو يعني. مظبطين؟ لا لا مظبطين الحمد لله، الامور طيبه. وديت الصينيين ده شنو من الدين قري كله؟ انت وش دخلك؟ انت وش دخلك؟ واحد انت مالك؟ انت ما تقلق في الموضوع ده، ده شغل بتاع كهنه كبار. انت بس كشف عشان نقول المعركة دي معركة ضد الشعب السوداني، معركة ضد السودان، معركة مؤامرة. الناس تفهم القحات الحسي بيقول لك نعم للحرب ولا هو لا للحرب واحنا ندعو لس. شوفوا التآمر بتاع الخونة ديل، شوفوا التآمر بتاع الخونة ديل واصلة مرحلة، وانتوا شركاء ليهم. بداية من عبد الله حمدوك الملعون، عبد الله حمدوك الله يلعن ابوك لابو امك ذاته، جزمة باطل. فهنجيبوا لكم، هنجيبوا مضادات ولا مضاد واحد. تقعدوا تخشوا الأجواء دي تلقوا الروس قاعدين، هنوقع معاهم اتفاقية بتاعت حماية ودفاع مشترك. خشوا الأجواء السودانية اركبكم الروس ده لما نتآمنوا. هقدر تعمل شنو تاني؟ فحس قالوا احنا بنصعد ما صاعد يا زول، صاعد. انت خرقت الاجواء السودانيه حقتي باعترافك، انت خرقت الاجواء. انا حقرا لك حاجه بسيطه، قال الحصانه المحليه على النقيض من الاعتقاد السائد فإن البعثات الدبلوماسية لا تتمتع بحصانة محلية خارج نطاق الولاية الإقليمية. تمام؟ قال لك بما إن سلطات البلد المضيف، أنا بقرأ لكم في اتفاقية جنيفا للتعامل القنصلي بين الدول بتحكمها. قال لك هنا شنو؟ أنا بقرأ في اتفاقية عادل، بما أن سلطات البلد المضيف لا يجوز لها دخول سفارة البلد الممثل دون إذن، فإن السفارات يستخدمها أحيانا اللاجئون الهاربون من البلد المضيف أو من بلد ثالث على سبيل المثال سعى مواطنو كوريا الشمالية الذين دقيقة معلش على الإماراتيين بس بقول سوري يا إمارات، سوري إخواننا برضو في مصر بيسمعوا أنا جانب. دقيقة بس أجي أوريكم البلب القانون. معلش يعني القحة كده والصوت ما لطيف وبتاع بعدين نزرخ ونوكر الروك بحري بلو طيب عشان نختصر لكم الموضوع ده سريعا كده، قال لك المادة 24 لمحفوظاتي ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت. الدعم السريع خش عبث بممتلكات وأسرار ومستندات سفارات الصومال
امريكا، السعودية، الاردن، كل السفارات. اخواننا ديل ما باشوا بالمادة 24 ادانوا الدعم السريع، سكتوا سنتين لحد ما الجيش جه طاير بالمصفى قالوا ضربوا لنا سفارتنا، ما ضربناها ولا شفناها، فجرتوها انتوا والدعامة بتاعينكم، اثبتوا لنا انه الطيران هو اللي ضرب السفارة، جيبوا القذيفة الوضعت عندكم صوروها ارفعوها، نعرفها دي بتركب في طيارة ميج، طيارة سخوي، طيارة كي ايت. انتوا قايلين التحقيق ده بالفوضى والزخم الاعلامي بتخش في حواجات دي بتاع التحقيق. عرفتها كيف طيارة؟ شفناها، شفتها وين؟ بشنو دليلك؟ ضربت وين؟ ضربت السفارة وين صورتها؟ خلي الدعام اللي قاعد فيها ده هو ما فضل فيهم زول حي ولا ايش؟ عشان كده الامارات ما قدرت تجيب صورة السفارة. ها ما في زول فضل حي يصورها والله، لكن غايته طبعا ده المهنة لحد الان. الجيش ما قال لي انا ضربتها، هسه انا لما جيت قلت المصفى حررناه واسكت، الجهات الرسمية لم تعلن، هسه الجيش اعلن، الجهات الرسمية قال احنا ما قصفنا السفارة الاماراتية ولا جينا جنبها ذاته. هسه ما بقيتوا ما بتاخدوا بالكلام بتاع الجهات الرسمية؟ خليفة دنجر قال يا اخي صرفه ده بطلع في اشاعات سي، اسمعوا الجهات الرسمية. الليلة الجهات الرسمية قالت انا ما ضربت السفارة، خليفة دنجر ما مقتنع بالكلام ده، حمدوك ما مقتنع بالكلام ده، كلكم انتوا حس الصحفيين ذاته الداعمين للجيش ما مقتنعين. اول امبارح قال لي انتظر الجهات الرسميه اللي هي الجيش يقول لي احنا حررنا المصفى، انت بتحرر على كيفك؟ اي بحرر على كيفي، الجيش ده في كفه وصرفه في كفه، انا قلت المصفى يتحرر يتحرر خلاص، الجيش ما عنده حاجه تاني يقوله، ما في زول بيقدر يقول فوق جولنا، ما العربي ده نجيض، اي ما علينا سنتين بنقول، انت قاعد تقدر تقول فوق الجول ده؟ اي هذا عنده جول فوق الجول ده اللي يطلع يقوله يعني. لكن الجهه الرسميه الليله قامت قالت لي انا ما قصفت السفاره، قالوا لي لا الجيش بيكذب. يا اخوانا الجيش ما قاعد يكذب، الجيش ده كله كده راجل كبير كده ما بكذب، عمره 100 سنه يكذب عليك لشنو؟ ومبيل في ميتينك في الشارع داسيها منك انت، وفي شنو مهدد الجيش عشان يديسه مهدد. دمرته هنا اي دمرنا، ما ضربته ما ضربنا خلاص، مرقته من مدنه اي مرقنا، مرقته من سنجة اي مرقنا، مرقته من نيالة اي مرقنا، جينا حسي في الدق تقول لي يا اخي ما ضربنا يا اخي، ما تقعدوا تلصقوها فيهم ساي، قال لك ما ضربته خلاص ما ضربته، وانا وانت عارف ان الجيش ضرب، هو قال كده. لكن راجل كبير عمره 100 سنة الجيش مؤسسة. فالاخوان ده عندكم المادة 24 كانت بتخليكم ترفعوا دعوة قضائية في الدعم السريع، لماذا لم تستخدموا المادة 24؟ والدعم السريع شال مستنداتكم واوراقكم شتتة في الشوارع، ودخل مغراتكم الدبلوماسية المحرمة دوليا انه زول من البلد يخشها، انا ما خشيت، انت ليه ما رفعت فيه دعوة؟ مادة 24 معناه انت متواطئ. نعم انت متواطئ معو، خليته يخش السفارة دي انت متواطئ معو. والله العظيم لماذا لم ترفع الامارات دعوة في الدعم السريع بدخول مقراتها وبيت السفير الاماراتي؟ انت ليه ما عملت كده؟ المادة 24 بتلزمك انك ترفع دعوة في زول دخل في محلك، لماذا لم ترفع دعوة؟ لأنك انت متواطئ معه بس يعني. دي المادة 24 يا وحيد تبقى عندك. طيب بالنسبة للمادة انيو انيين المادة 30، يتمتع المسكن الخاص للممثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية التي تتمتع بها مباني البعثة. نفس الحرمة بتاعت السفارات الدبلوماسية، بيت السفير والقنصل والبعثات الدبلوماسية تتمتع بنفس الحصانة. الدعم السريع خش ما خلى إماراتي ما خش، أبي استخدموا المادة 41 المادة 30. المادة 41 لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة. الله الله، نعم الله الله، المادة دي حلوة يا واد يا وحيد، ايه رأيك في المادة دي؟ نشرح عليك يا حاج بالراحة كده. قال لك في المادة دي السفارة تتمتع بكل الحصانة والدبلوماسي يتمتع بكل الحصانة، أول من تمشي تستخدم المبنى ده في أعمال تتنافى مع البعثة
مهمة البعثة الإماراتية في شنو؟ في السودان شنو؟ توطيد العلاقات بين السودان والإمارات، حلو. إنشاء الاتفاقيات بين السودان والإمارات. خلق توأمة بين بعض الولايات في مسألة الزراعة، ديل عندهم هناك عربات هامر، ديل عندهم هنا زراعة قطن برسيم، نتبادل. إنشاء توأمة زراعية اقتصاديا وعملية استخباراتية. طبعا أي زول بحث دبلوماسية ده مخابرات طبعا. تشوف السفير راجل كبير وقور ومحترم، هو ده مخابرات أصلا. ما جي احنا مرسلين في دولة يكشف نازل معانا ما معانا، شعبهم كيف امور، اي ده معروفه يعني، ما تقعد تلف الدور. السفير ده ضابط بتاع مخابرات، والملحق الثقافي ده طبعا بتاع الفن والصرف والفلكلور برضه بتاع مخابرات. اي ملحق عسكري، ما حق السودانيين بس، حق السعوديه برضه ملحق بتاع استخبارات يعني. وكيف عرفت السعوديه انه في حتكون ارهاصات بدات تحارب ونقلت ناس بدري؟ وكيف عرفت بريطانيا؟ كلهم العالم ده، ما احنا عارفين الموضوع ده. واحدة من شروط الاتفاقية بتاع جنيفا دي في حاجة اسمها الحقيبة الدبلوماسية. الحقيبة الدبلوماسية دي بتدخل فيها أي حاجة، هيروين، بانجو، عرقي، بتدخل فيها أجهزة التجسس، ممنوع إنك تلمسها. هم في جهاز الكشف بيكونوا شايفينها، عارفين إن الليلة السفارة الأمريكية دخلت لها ويسكي ودخلت لها أجهزة التجسس، أنا ما بقدر أفتحها. وحسي هم سفارتنا في السودان القاعدة في واشنطن مدخلين فيها ودك، مدخلين فيها كركار ودكوة وأجهزة تجسس، ما بيقدر يمشوا الأمريكان. فحاجة اسمها الحقيبة الدبلوماسية، شغل بتاع مخابرات واضح يعني. ولا شنو يا اخوان؟ انا ممنوع المسك، وممنوع ممنوع البس بيتك، انا بدي كل الحصانة تشتغل شغلك. اول من تطلع البعثة الدبلوماسية من مهامة، المهام اللي هي المعلنة، اللي هو نحن ننشئ، تلقى السفير السعودي فتح لنا روضة، تلقى السفير السعودي جاب لنا إغاثة، وإحنا نسلم عليه وهو يسلم عليه، وكله مخابرات طبعا. الشفت فيهم بيشتغل كويس. السفير التركي في السودان ده طبعا زول كاهن، خش في ناس الكورة وخش في ناس الفن وصاحبهم، وبيلبس جلابية وبياكل عصيدة، ده نقل كل الديتيلز بتاع السودان، كل أطياف المجتمع السوداني بيعرفوه. في واحد كويتي زمان اسمه عبد الله جوبا، ده قاعد دينا لحد جوبا يسموه عبد الله جوبا، ده شغل محترف انا بحترمه تماما، ما بقدر اهبشه. شغال شغل مدني لطيف، تلقى الناس يقول لك انا مصاحب طبعا السفير المصري، وانت طبعا انت ما بتمشي تونسه، والله اللي عملنا صفقه لكن وزير الماليه رفضها. وليه رفضها؟ والله لانه قال فيها اسعار ثانيه جاي من جهات تابعه للنظام البايد. ما هو انت بتفتوا الحاجات طبعا، الدبلوماسي ما صاحبه. لكن واحد يجي يقول لك عزمنا السفير التركي الليل عشاء في البيت، طبعا بتمشي تفتوا اي حاجه. انت في الفن بتوريه اي حاجه، انت في الكوره بتوريه اي حاجه. فهمتوا يا اخواننا ولا ما فهمتوا؟ ايوه يا حاجه. يقوم اخواننا ديل بالماده 41 تحرم على البعثه انها شنو؟ تشتغل شغل هي ما شغاله، الشغل بتاع المخابرات ده انا ما بسالهم. لكن قاموا عملوا المقر حقهم ده طالع من مهام البعثه، انهم جابوا لنا المتمردين خطوهم في البيت حقهم. انا اتعامل معاهم ولا ما اتعامل معاهم يا حجه؟ بالقانون ماده 41. يا غسان يود يا غسان، امشي اعمل ليه الماده دي ال 41 ده؟ من الحيوان دي اللي بيقول الماده 41 ما بتربز الامارات. قال لك في المادة 41 لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية، أو مع قواعد وقانون الدولي، أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدة لديها. مادة 45، في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو ما استدعيت بحثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية، تلتزم الدولة المعتمدة عليها حتى في حالة نزاع مسلح أن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها. يجوز للدولة المعتمدة أن تحد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمدة لديها. لما نجي للاماراتيين بالنص بتاع الماده ده 45، يقولوا لي والله احنا البلد دي فيها نزاع عسكري، واحنا والله يا اخي دارين نمرق، لكن دارين نحرر سفارتنا دي ليزول. اول حاجه بقول له، هل انا قطعت علاقتي الدبلوماسيه معك عشان تجيب لي زول يحرس لك سفارتك في بلدي؟ انت هتقول لي لا، ما سفيرنا المبارح ده مش كان عامل احتفاليه في الامارات؟ السفير الناس زعلانه منه ده، ايوه البرهان تم بشه ولا ده. احنا سفارتنا ما قطعت، انتوا بيقولوا ليه ما سحبنا البعثة؟ ما سحبناها عشان ما اديك فرصة تجيب لي طرف تالت.
الطرف الثالث ده ما ممكن تجيب السودان المتمرد، ممكن تجيب دولة أنا أرتضيها والإمارات ترتضيها، ممكن نجيب قطر تحرس السفارة الإماراتية باتفاقية بين الثلاثة، في حالة إنه إحنا سيبنا البعثات قطعنا العلاقات الدبلوماسية، لكن علاقتنا مع الإمارات مستمرة. دايرين تحرسوها أيوة، اضربوا لي تليفون بحرسها ليكم، لكن ما ممكن تاخد الدعم المتمرد جوا مكاتبك واشتغل بالساتلايت بتاعك والستارلينك بتاعك واجهزه الاقمار الصناعيه الاماراتيه اللي قاعده فوق في المكتب دي. اي سفاره عندها قمر صناعي بتواصل مع دولة عشان ما يحصل تجسس، الجماعه دي شغالين به يعني ولا شنو؟ فانت انا ما قطعت علاقتي معاك، الدبلوماسيه ما زالت مستمره، بتجيب زول يحرس لك سفارتك، الزول ده هو سوداني، ما استاذنتني، انا رئيس الدولة، انا رئيس الدولة، انا رئيس الجيش، انا رئيس مجلس السيادة، ما استاذنتني. انا لما نجي ادي جنسية لزول، الجنسية دي ما بدي الا رئيس الجمهورية. يعني اي زول سوداني مجنس كان لاعب كورة ولا فنان ولا اي حاجة. انت عارف الجنسية حقتك دي ماضي على الرئيس ذاته؟ احنا مش هسه ماضي الليلة في الجنسية وفي البطاقة بيكون وزير الداخلية او من يقولوا عنه، لا لا لا، دي بديك لها ورق بتخش عديل بيجيبوا ملفه، فلان ده دارنا بقي سوداني بيعمل كده وبيعمل كده، والحاجة دي ما بيعمل السوداني غيره، او ما في عندنا سوداني بيقدر يعمل الحاجة دي، فبدو الجنسية والتابعية وغيره. تمشي تجيب لي ناس اجانب مرتزقة تدخلهم هنا بدون ما ترجع لي مادة 45، مادة 41، دي اتفاقية بتاعت جنيف اللي بتحكم العمل الدبلوماسي بين الدول. امشي اشكونا، احنا هنقول لهم والله الامارات دي دخلت بطيارة داخل المجال الجوي السوداني مع عربي نجد، مشهد عملت معسكرات لإيواء السودانيين في دولة تشاد بدون ما ترجع للخارجية السودانية او البعثة الدبلوماسية المتواجدة في تشاد. هل استأذنتوا من السفير السوداني اللي قاعد في تشاد انكم تعملوا مستشفى متنقل للسودانيين اللي طلعوا من الجنينة قبيلة المساليت؟ استأذنتوا ولا ما استأذنتوا؟ ده تدخل سافر في شؤوننا بالمناسبة. استأذنتوا من الأمم المتحدة؟ اي شؤون اللاجئين؟ ادونا الخطابات بتاعتهم. احنا دارنا عالجكم، ما تعالجني، ما تعالج، انا ما طلبت منك. طب تعالجني بالرجالة ولا شنو؟ عملنا مستشفى ميداني، انت وقت ما قادرين تحموا مواطنينكم نعالجه نحن بفضل شيخ زايد. يا حبيبنا انت استاذنت ولا مشيت عملت ازاي؟ عملت ازاي؟ خير وعديل وزين، خير وعديل وزين. في مسألة الخيانة دي اخونا عبد الله حمدوك برضه اتعصر حتة المهدة، جاته عصرة تانية كده حمدوك. انا هنا بس بخاطب في القحاته، عليك الله يا القحات، عليك النبي 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 عليك. حذر رئيس تنسيقية التقدم عبد الله حمدوك من انحدار السوداني للعنف ما يهدد بتعزيز الجهاديين في أنحاء المنطقة. احنا جوا مجاهدين انا معززين، دي حقيقة، دي ما بننكرها والله والله يا رجال. الضحى فوق الناس دي قطعوا مشوية الدعامة دي القنقر والمنطقة اكس. انا قاعد ارفع الفيديوهات، اي فيديو انا تاني حرفه ما تقول لي انا في المنطقة اكس، ما بنزل لك الفيديو. ماشيين للدعامة في الحتة الفلانية، تقوله بس. فعبد الله حمد قال يا اخي في تعزيز، والله اكبر طبعا، دي شهادة من الشيطان ذاته ان احنا والله بقينا مجاهدين وشعبنا واستوعب وتعليماتنا والقيادة بتاعتنا الله عز وجل. انفروا، ما قال البرهان، قال الله عز وجل. وعاتبنا لما ما نفرنا، قال مالكم بتتثاقلوا الى الارض، قمنا من معسكراتنا وهبينا وبندافع عن بلدنا. اخونا ده قال لي انتوا مجاهدين ساي، وده انت قايل نبذه ولا شنو؟ انت قايل حاجه بتعر يا راجل منى، يا جربوع، يا ابن الجربوع، يا نكره. مين عبد الله حمدوك؟ شويه بقرات حول حمدوك، جروب كانوا عاملينه بقرات بلا حليب حول حمدوك. حمدوكنا وقفته، احنا ما عارف شايفينه بياتوا زاويه. الجربوع ده الزول ده عبارة عن ربنا خلق كرشة وبعدين قام فيها زول، ما زول قامت له كرشة والله العظيم، واستثمار أحسن استثمار، ما في أي حاجة. شعبنا آخر النفق، آخر النفق بل يا قال والله الموضوع ده فيه جهات. شكرا لك، طبعا عملت إعلان للمجاهدين في العالم ذات في نجونا، أنت كده بتعمل لهم في إعلان يعني. ولا تستطيع انت ولا جابك انه
لما نحن نتكلم عن الجهاد انت عارف الدعاء للجهاد في افغانستان منه؟ امريكا. سيدنا الرامبو في ختام فيلمه الاخير الراكب فوق حصان ده، امشي هسه افتحه بتلقاه اهداء من الشعب الامريكي الى الشعب الافغاني المجاهد. لما جاءت السي اي اي طلبت من الاخوان في مصر والزمت الازهر والزمت الحكومه المصريه تعلن الجهاد في افغانستان، ساقوا المجاهدين من وين؟ من مصر. السعوديه دي ما فيهم زول ما جاهد في افغانستان، بس هم طبعا بيجرموا الجهاد وبيحاسبوه. لا انت لما الشغل بيكون سياسه وتكتيك يا اخ عبد الله حمدوك، انت لحد ما بتعرفه طبعا، وانا قاعد ليكم وانا موجود، ولا تستطيع اختراق السودان، لا سياسه لا عسكريه لا حرب، انا قاعد ليكم بوريك الكلام ده. امشي قول، امشي كلم امك وكلم منى، لفوا بطارتكم في العالم، السودان بيجيبوا مجاهدين، اشاف السودان لا ولا جاد. انت غير اصوات عندك شنو؟ انت غير اصوات عندك شنو؟ الجيش قاعد يخصف المدنيين، الجيش استخدم قنابل محرمه، يجب ان ناخد يدينا في بعض. بس البطاله دي بس شغلتك انت، باطل وحياه الله انت باطل، انت منبع البطاله ذاتها، ينبوع البطاله في الكوكب. الله يلعن ابوك جابك وامك اللي ما ربتك وحياه الله جد. يا سكران يا حيران يا حمار، نبست الزول ده ليه؟ اخدته بالسي، هاي بسيء وسيئك انت ذاته، العربي ده ما نجد. هاي انا نبست الزول ده مقدما ليه؟ انا هقول لك كلام لو انت بقيت غحاتي، حتى لو قحاتي، القحاتة نفسيا عندهم سايكوباسية وعندهم حاجة اسمها الانكار والكبر. الكبر ده بسقط الزول طبعا. فالقحاتي ما بيشرح لنا زمان لان احنا ما بنفهم، ده من الحيوان ديل بيتكلم في البدوي ديل، العقليه بتاعت الشبشب الملك، لا قرايه لا علم لا حسب لا نسب لا اي حاجه، بيطلع بس بيقول لنا ده من الحيوان ديل بيتكلم في البدوي ديل. شفت العقليه دي اسمها الكبر. الله عز وجل وعدنا انه بينازعوا الكبر، ده رداؤه الله، ده هو ده حقه يليق به عز وجل، و تعالى الله وتنزه عن التشبيه. الله عز وجل قال الكبر ازاري ورداي، ما تتكبر على الله وتتكبر على الناس. فحمدوك متكبر علينا والقحات متكبر. مشكله القحات التكبر والانكار، فحس هم تورطوا. طيب هم متورطين الان زي ما بتكتب رشهم جدود بتقول الفرحانين ديل عبروا الكوبري، العلف، العلف ده شغال له 5 يوم، 5 يوم العلف ده شغال. احنا طلعنا من الفاشر مشينا جبل اوم على 45 دقيقة من الجنينة، بعد يومين بتسمعوا بينا في الجنينة، بيقول لنا انتوا بيأكلوا فيكم في علف، اه بيأكلوا فينا في علف. قام جيش من كيرري، قام جيش من الفرقة الثالثة، قام جيش من الفرقة التاسعة، من الدامر، مشوا حاصروا الجيلي وبيرفعوا لنا فيديوهات من هناك، بيقول لنا انتوا بتاكلوا في علف. السودانيين ديل منو الفرحانين ديل؟ تتكبر رشم جدود، يعني اخر صبرها ده كله والكوكب كله عافى وما اشتغل بقى، مش العرس الدعامي. انت لو يعني لو تواصلت في رهبنتك دي المساله دي كان افضل لك، يعني حتى يعني الدعامه ادوك يا عريس، يلا يلا ورينا على انجازاتك، يلا البس القرمصيص اهو كان نفسك فيه، يلا اها ايه اتفضلي. ها ستي عروسه، ها بقيتي مره، انت قايله هسي انك عرستي وكتبها في وليها وما وليها، ووثيقه بتاعت السفر دي اسمها الوثيقه بتاعت الزواج، دي اسمها وثيقه الزواج ولا اسمها شنو هي؟ العقد بين الرجل والمراه ده شنو اسمه؟ شهاده الضمان اسمها شنو؟ وثيقه فيها غات، فيها تاء، فيها غات، وثيقه لا لا تعاقد فيها غف، عقد عقد عقد، اقسم بالله جبتها براي وحياة الله ما قريت، اقسم بالله ما قريت، عقد الزواج عقد. انت قال عشان كتبوا مري انت حتبقي برا يعني، يا اخي يا رشم الموضوع ده كله يعني حيضيف لك شنو؟ وافرض انك بقيتي مرة، يلا يلا فزي رشا دي بتتكبر كبر، الكبر ده بسقط كبر، كبر بسقط انظمه
وبسقط بتمشي والله. فده انا داري اخاطبك كغحاتي ما متكبر، شيل الحاجة دي من المخيخ بتاعك، عندك مشكلة انت في التمييز، دي مشكلة كلكم مضروبين في راسكم، ده ما تمام، في مشكلة تعالجوا نفسيا ومشكلة فيزيكال حقيقة، لو فتحوا مخ الدعامي فيه حاجة انا اقسم بالله العظيم. وده موضوع ولا شوفوا حسن نتفق معاك، مثلا حسي زي فضل الله برمة ده، يا فضل الله عليك الله اكتب لنا ورقة انه انت تسمح بانه العلم والطب والمدنية والديمقراطية يشرحوا جثتك عشان الناس تستفيد، والذي نفسي بيده انه احنا نفتح مخك ده فيه خلل، لان انت شايف الحاجة قدامك. اسمع كلام عبد الله حمده وخليك من الليلة تاني غحاتي. قال شنو انت ليه المنبذ؟ وانا المنبذ مقدما، لانه قريت له مقطع صغيروني كده. حمدوك لفاينانشال تايمز، تحالف تقدم مع حميتي هو دعاية ينشرها الجيش، لا اله الا الله محمد رسول الله، شعار اسقاط الانظمة الظالمة. الزول الليلة ما كفر ولا انكر ولا تنط من الدعم السريع. انا حسي هحرض عليك اعلام الدعم السريع، يمسكوك يا عبد الله حمدوك ده يحشروا لك لما ميتينك يطلع. انت نكرت حميتي؟ شوف عبد الله حمدوك قال شنو بالنص لفاينانشال تايمز، جريدة على مستوى العالم هي مرجعية. لما نقول لك نيويورك تايمز دي بتقوم حارب بين دول، الكلام اللي بتكتب فيه ما بتقدر تنكره. قالوا انت عملت العملة، خلاص عملت العملة. مش اكلم الفاينانشال تايمز قال لهم تحالف تقدم مع حميتي دعاية، دعاية قصدنا انا طبعا، دعاية يروجها انصار الجيش. انتوا ما شفتوا عبد الله حمدوك ده سلم على حميتي في اديس ولا ننكر الموضوع ده؟ ما شفتوا عبد الله يا ولد يا وحيد، يا ولد يا وحيد، امشي جيب لي الفيديو اللي قاعد فيه الولد عبد الله حمدوك مع حميتي في ترابيزه دائريه، عاملين مؤتمر صحفي، بمد له يده بيقول له ارجع اقرا الورقه يا حميتي. وحميتي لما انغلط في الكلام، او الروبوت حميتي لما انغلط في الكلام، قام اتلفت على عبد الله حمدوك، عبد الله حمدوك له وبيحرك له راسه. الحركة دي معناها الكلام اللي بتقراه ده انا وانت متفقين عليه. بداية عبد الله حمدوك ده مش تقدم وقعت مع الدعم السريع، انا بسأل القحاتة ما بسألكم انتوا يا بلابسة، ما تردوا انتوا. مش عملوا اتفاقية في اديس ابوا في شهر واحد؟ مش مضوا تحالف تقدم مع الدعم السريع؟ الليلة نكر وقال الكلام ده دعاية، يا اخواننا ما في فيديوهات قال دعاية. يا عبد الله حمدوك انت ما مشيت اديس تاني، عملتوا المؤتمر معاكم الدعم السريع، ومعاكم ام قرون اسماء محمود محمد طه، ومعاكم ممثل مشروع الجزيرة، وقمتوا عليه ونبستوه، وكنتوا في اديس قاعدين معه، وقلتوا وعملتوا شكله. قال لا لا ما في كلام زي ده يا اخواننا، احنا كنا عايشين. لا 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 ما في كلام، ملك ملوك النكران حتنكروا، ما العربي نجيد، ما قلت لك حتنكروا، حتنكروا يا عبد الله حمدوك، وحتيجي تركع قدام برصدان قدام الكاكي وكلكم انت والدقير وانت وخالص سلك. نكروا تقول ليه ما تنبذ عبد الله حمدوك وما تنبذ وتمسي انا الحاجة شفناه بعينه ولا ما شفناه؟ اخواننا دي مش كارثة؟ عبد الله حمدوك نكر الكلام، قال التوقيع والاتفاق بين التحالف بين تقدم والدعم السريع دعاية. ايه ده؟ قالوا لمنو؟ للفاينانشال تايمز. اسي الفاينانشال تايمز هتعمل شنو؟ انتوا قايلين والله المهم بتاعتي خلصت اخوانا، مع اول جحا هنقفل اللايف. الفاينانشال تايمز هتعمل شنو عبد الله حمدوك؟ هتقوم تعمل تقرير برضه من 41 صفحه، هتجيب كلامك اللي انت فتحت لهم شهيه في التحقيق، فهيقوم يجيبوا اتفاقك مع الدعم السريع الاول اللي بدا في شهر 7 لما لقيته عزه الماهري. كلكم ركزوا في الكلام ده كويس، برعايه الايجاد والاتحاد الافريقي
شهر 7 عملت الاتفاق ده في اثيوبيا، وقعدت مع ممثل الدعم السريع في الايجاد لما البرهان ركب الطياره واتخارج، انت كنت موجود ومبعوث الامارات موجود ومبعوث الدعم السريع موجود، صح؟ هيجيبوا لك اتفاقك مع الدعم السريع بتاع يوغندا، كان فيه محمد التعايشي وكان فيه وزير العدل، هيجيبوا لك الفيتشات اللي قعدت فيه مع وزير الخارجيه وممثل الدعم السريع، هيجيبوا لك القعاد بتاعك مع ممثل الدعم السريع تقدم يوم الاربع اللي كان المفروض تلاقوا فيه في السلفاكير في جوبا، لكن جه ترشق لكم الشغل منه من ناوي الشفت، هيجيبوا لك لحد ما وصلت معاهم اتفاقيه قلينا عنها ياسر عرمان عضو تقدم، خالد سلك عضو تقدم، قالوا لنا ومولانا بشاعر اسماعيل قالوا لنا احنا اتفقنا مع الدعم السريع انه يحرس الغرى في الجزيره بناء على اتفاقيه اديس، مكتوبه كده. ياسر قلنا له يا اخي رفاعه الهلاليه ده اللي وقعوا مع الدعم السريع، ياسر عرمان الزمنا، قال الزمنا حميتي على لسان برضو ابراهيم المرغني، برضو لاقى حميتي منفردا براوي ابراهيم مش مذكر الحادي، هسه حمدو قال احنا ما في كلام زي ده، والله العظيم قال احنا ما وقف ما بنعرفه ذاته تدعم طلعينها جياشه. يا الله، بس انا داير قحات الليله وادمرة افتح ميتينه بتكابروا والحق قدامكم، احنا ما بندعي انه ربنا يهديكم، لانه السودانيين كفايه المهتدين دي صراحه زحمه زاين، ما بنقول والله ولا كذب عليكم ولا الله يهديهم ولا القحاطة ديل والله لا يلا يهديكم ولا بتفيدونا بحاجة، حتى بعد ما يهدوكم تخصصاتكم زي وشكم بطالة عطالة، واحد فيكم ما دخل جنيه بنتعب شقاو في جيبه، ما بتنفعونا بأي حاجة، فأنا ربنا هداكم ما بتفيدونا، ولو ما اهتديتوا ما بتفيدونا ولا فارقين معانا، وأساسا ما حاسبينكم ولا هنحسبكم، لكن احنا بنرفع بيكم وعي الناس، المواد بنجيبها تشتغل، الناس شافوا دونت تراي ذيس ات هوم، الكبريت مع الكبريتيك بيشتغلوا، حمادوك ده زول باطل، خالد سلك باطل، تقدم خونة، اثبتت عليكم بالدليل القاطع، داير زول ينكر الكلام ده، خش موقع الفاينانشال تايمز عملوا لقاء مع عبد الله حمادوك قال يا اخي التقدم هي دعاية دعاية حمدوك يحذر الحرب الأهلية في السودان قد تجعله أرض خصبة لانتشار الإرهاب الإقليمي، وتحذيرك ده احنا طبعا ما فيدنا بحاجة، كيف عنده أرض خصبة لانتشار الإرهاب الإقليمي؟ ده اشرحها لي. دي قاري شرح والله العظيم ما فاهم، احنا سودانيين بنحارب في وحدة واتمردت علينا وبندوق فيهم في الجنينة في الفاشر في الخرطوم في بحر، الموضوع ده يتحول الى ارهاب اقليمي كيف يعني؟ هنصدر من السودان ارهابيين ولا حيجون ارهابيين من برا يخشوا السودان؟ هو طبعا قصده ان في ارهابيين حيجوا من برا، بتقدر تصنف اي زول مرتزق هو ارهابي؟ لو جبنا لك الفيديوهات حقت القادة التشاديين وجبنا لك الليبيين بتقدر تقول عليهم ارهابيين؟ طيب انت صرفة ما فهمت عبد الله حمدوك لانه زول سياسي كبير، هو قصده انك انت حتصدر الارهاب برا، لا لا لا، هو قال للسودان سيصبح ارضا خصبة، يعني شنو؟ حتنتج وتنبت، يبقى الميدان حيكون وين؟ في السودان، يبقى السودان هو اللي حيصدر مش البر حيجونا، فهو قصده انه احنا السودانيين حنمشي برا نبقى ارهابيين، انت قاعدين حنمشي الخواجات نشكيهم زيك؟ انت يزول وقف قدام سفاره واجانب واستعان بدول اجنبيه زيك كده قال السودان كلهم حيعملوا كده؟ ما دي تربيتك، ما باطل، انت مربوك على البطاله، انت اساسا المفروض تكون انبوبه غاز ساي، ما عندك اي برميل ساي، كده قول لي انجاز واحد في حياتك، بس انت اكبر انجاز في حياتك انك كنت سبب في وعي الشعب السوداني، واكبر انجاز في حياتك انك خليت قواتك تتماسك، قوات المسلحه السودانيه تقدر تفرتقها، واكبر انجاز في حياتك انه بعدت شبح الحرب الاهليه من السودان الى يوم الدين، ترى ما في حرب في السودان اهليه. البحرس الليله الجنينه والفاشر مقاتل من شندي، والبحرس الليله الجيلي والبدخل بيقتحم قري مقاتل من المشتركه من الفاشر ومن دارفور كلها، الكلام بتاع الحرب الاهليه ده عندها
تمشي ليمونة هناك، لكن احنا ما عندنا. من اللي بيحارب اهاليهم في السودان؟ قواتنا المسلحة المندمجة مع شعبها اللي هي كلها بإدارات الأهلية. الآن إدارات الأهلية تقود المعركة بالكاكي وبالتاتشر وبالدبابة. الليلة أنكروا تماما، قال أنا ما بعرف الدعم السريع. الليلة الدعم السريع ناشطينهم هيقوموا عليكم يا قحاتة. الكلام ده موجود في الفاينانشال تايمز، ما بتقدر تنكره ولا تمسحه. الليلة الدعامة هيركبوك ركبة جن، صارفين عليكم مسكنينك في الإمارات، والجوني ده ما خلى قزازة ويسكي في الدنيا ده ما اشتريت. تيجي تنكره وتغير روحك لما تنكر الدعم السريع، هترد البرهان؟ اكتب لي دي يا واد يا غسان. دي جدع. قال له انت لما تنكر حميتي قال روحك بتردي البرهان؟ لا تستطيع، برهان ما برضى عنك والله، لانه رضا البرهان من رضا الشعب السوداني. الما راضين عنه البرهان ما برضى عنه، ما العرب نجد الا واحد بس، عبد الرحمن المهدي. ما عارف صاحبه كيف، المهم انا خلاص ما عندي طريق. والزول كمان اشتري ذمتي يا اخوانا، والله عندي وشاحب مكتوب فيه اسمي عنده. لا انا ما بيقدر يرضى البرهان عنك يا زول، والله العظيم لو جيت شفت بوست جزمته حتبوسه، اقسم بالله حتبوسه، والذي نفسي بيده حتبوسه. طيب اعلان الامارات عن الحرب ده، هو عندها طريقة انها تستخدم الطيران. احنا الطيران ده والله لا عندنا لكم دفاعات ولا طيارات خارقة ولا عندنا افات، عندنا ناس حنجيبهم كده نشاركهم، ابقوا رجالك طول الاجواء السودانية، حنتحالف معاهم باتفاقات لما تآمنوا. واحد طبعا كلام يا سرعات بتاع اليد الطويلة اليد القصيرة، انا ما برجو يا جياش، انا جياش يعني. ياسر قال انا طويلة، شوف ياسر ده يده طويلة قصص باشا الا، لكن انتوا كلكم راس مالكم كده تاجر واحد بس. يصل كيف ده موضوع؟ طبعا زي ما انتوا بتوصلوا حاجاتكم، يعني احنا سالناكم وصلتوا نيالي كيف؟ انتوا لقيناكم في نيالنا سكتنا زي الجيش طلع بيان ساكت زي ما حشرتوا لنا خلاص، بس واحده بواحده. بعدين انت ما تعبها، انتوا عندكم احنا معانا الله عز وجل يا زول، والله العظيم كل القوة في الارض، كل المخلوقات اللي في الارض تحالفت ضد السودان، واحنا الان نحتفل يا اخي. بناتنا دول عاملين التكايا الليله في بحري يا زول، احنا عبرنا انت اسكو السايه العبور الحقيقي. فاحنا الحمد لله جاهزين لكم، حتصنعوا تحالف عربي ضدنا ما عندنا مانع. انا بقول السعوديه امهلوها ساعات، تسحب بيانه بتاع تجريم السودان ده بدون دليل. السعودية قالت أدانت اعتداء السودان على السفارة الإماراتية، السعودية تجيب لنا دليل إن إحنا أدينا إحنا ضربنا السفارة دي، أو بنشيل القوات بتاعتنا ال 15,000 راجل اللي حارسينكم. بس تدون قواتنا دي خلاها تكتم في الكوكب كله، يعني ما عندنا مشكلة والله. لا تستطيعوا، هتعملوا لنا شنو أكتر من اللي عملته؟ الطيران هيخصف ما يخصف، الطيران ما يخصف الإمارات ما يخصف، ما في شنو يعني؟ ما هو ده بيضربونا بالكورنيت والصواريخ دي، 27 صاروخ بيقعوا في كراري دي كل دقيقة، ما بتقدروا تعملوا حاجة، ما بتقدروا. احنا واحدة بس لكن تصل هناك، انتوا كلكم بترقدوا الوضع ده. ما موضوع اتفاق بينكم وبين ايران والحوثيين ومسيرات تقع بيجاي وتقع في الخلا، لا لا لا، الكلام ده واضح. واللي بيهدد في الشعب السوداني ده حسي اللي شيل شيلته. المصفى الحمد لله ماشيين كويس، موقف العملياتي كلكم متابعينه، وبننزل الفيديوهات اول باول. الخرطوم الحمد لله ماشيين كويس، بكره يعني بعد الحماس اللي احنا في اللايف ده، طبعا اخواننا في الميدان بيتحمسوا معانا برضو. عليك الله ادونا حاجه كده في بحري، وادونا حاجه كده في الخرطوم. الحتات المعطله لينا التحركات دي احرقوها ما تدمروها، لا لا، دايرين نشوف نار، نسمع الدعامة بيعمل طق 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 جوا النار. ما تدمير، ما دارين غبار، دارين نار. شوف الحاجة، برهان ما قصر جاب الحاجات اللي بتولع.
عندنا كله بيغبر بيولع بيدخن بيفجر، ادونا حاجة من ال بتعمل النار دي من الصباح كده يا ولادنا زي ما بقول السادات، يا ولادي في القوات الحربية، فأولادنا ديل في عملوا لنا حاجة نتدفى من الصباح. تانا تعملوا لنا شنو بحري كيف يا شباب؟ تمشوا وين؟ تمشوا حتة تختاروا حتة. ما في حاجة اسمها قوم أفجغ دعامي، تصحى وقت ما تصحى يا جياشي. تحبوا الظهرية تعملوا حاجة كده يعني لانش تايم كده، تحبوا نعمل حاجة الإشارة ولا المصفى ولا كده، ولا أخواننا في المشتركة والفرقة الساتة يسمعونا حاجة في الجنين كل 45 كيلو. بشرياتكم أصحوا وقت ما تصحوا، أمشي فجغوهم أحرقون أأسرون عرسون أعمل داله أنت ما جاش يعني. أقول شنو؟ فالناس ما جهزت شنطتها، واللي بتقول لك انا والله خططي في مدرمان يا بيبي، وخططي في بحري، لانه ذاته تعزم لك زول في ما بتلقوا ناس قاعدين في مصر. المرق وحس دي المواكب، احنا عندنا شنو معطلنا من الخرطوم؟ عندنا لقاء الجيش بتاع القوات المسلحة مع المدرعات مع القطع الكبرى من الخرطوم من درمان. ما عندنا حاجة. سمعت الجيش بتاع القيادة لاقى المدرعات اركبوا تعالوا خرطوم، اسمعتوا ما امنتوا الكلاكلة اركب تعالوا خرطوم، لما انتصر الكلاكلة خلاص الموضوع انتهى. واسع لما يجينا من مطعم تيجي من مصر بطيارة انت هتاخد لك اسبوع لحد ما تصل هنا، الكلاكلة بتكون نطفت. اللي سمعت انه جيش القيادة ده لاقى جيش كيرري اركب تعالوا خرطوم، اسدوا شرق النيل دي ما وصلتوها، ما لحد ما تصلنا هنا شرق النيل ما تعملوا بس تخطوا العراقيل تعالوا ولا حاجة. انت بيمسكك في التفتيش بتاع بن درمان ده، اولادنا ناس على الدين اولاد الاحتياطي، والليله ناس الاحتياطي نازلين لكم من الخرطوم. انتوا عارفين ناس الاحتياطي ناس ياسر ياسر احتياطي ربنا يتقبله، وضح وناس زهره ديل شغلهم براهم طلبوا الحاجه دي، بيخشوا العمارات دي بنضفوها، بعرفوا نضفوها كيف شغل ياسر والاحتياطي وشغل ابو طيره بتعرفوه. والله نازلين الخرطوم حسي، انا ما داسي الحاجه من الدعامه يا اخوان، والله بوريهم الهيئة والجيش اشتغلوا الشغل الاحترافي ديل كانت منكم جوا العمارات ديل اللي بيجوا بكتلوكم جوا. وانا برضو من هنا بخاطب اخواننا في الاحتياطي، يعني الدعامة ما تكتلوا لنا في العماير دي برا محرقة، فما دام تكون معفنة يعني تصرفوا معاهم تصرفاتكم اللي صرفتوها في الواحة في الدوحة هناك في مدرمان في مبدات في ود البشير، الشغل الاحترافي كمان يعني ولا شنو؟ اشتغل حاجة كويسة يعني، ندي اخواننا في السوق العربي ده كمان خرطوم عربي 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 حاجة يعني. عندنا في ذكريات جاكسون، جاكسون ده منو عمل الموقف ده؟ بيكون ميكل جاكسون على قول السعودي، ميكل جاكسون ده منو جاكسون الجان عمل في منو خواجة جاكسون ده شنو ده؟ تعمل في شنو انتو؟ جاكسون ده منو ده اللي عمل الموقف؟ وليت اكرمه جاكسون يعني هو شنو يعني هو شنو هو بص يعني تعمل تخلد ذكراه بموقف؟ يلا امشي نوم يا اخ بلا دعامه بلا ميتين.